السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله ونستغفره ونتوب اليه ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقاء ده لقاء هام جدا مع عنوانه الفقر الفقر مر المزاق مر المزاق في امراه زوجها ضاقت به الحال ففي ناس قالوا لها ده في واحد راجل ميسور الحال وراجل طيب روحيله يمكن آه يساعدك ويرفع المعاناة زوجك ويرفعك من الفقر اللي انت فيه ذهبت الى هذا الرجل الميسور الحال تركت الباب الخادم طلع الخادم طلع لها مين؟ قالت له أنا عايز أقابل سيدك، فذهب إلى سيده وقال لها ماذا نقول لها له؟ قالت قله قل له أختك، والخادم كان يعلم أن سيده ليس أنه ليس له أخوات بنات. فذهب الى سيده وقال ان هناك امراه تدعي بانها اختك فقال ادخلها دخلها الاوضه فدخلت فقابلها فقابلها بوجه بشوش وسالها من اي اخوتي انت ارحمك بالله ارحمك الله فقالت اختك من ادم فقال الرجل الميسور امراه اكيد امراه مقطوعه والله ساكون اول من يصلها يصل الرحم فقالت يا اخي لا يخفى على مثلك لا يخفى على مثلك ان الفقر مر المزاق ومن اجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيئا ليوم الطلاق فما عندكم ينفذ وما عند الله باق الرجل الميسور الحال قال لها عيدي يعني عيد كلامك تاني فقالت له ما يخفى على مثلك ان الفقر مر المزاق من اجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيئا ليوم الطلاق ما عندكم ينفذ وما عند الله باق عيدي اعادت اربع مرات ثم قالت لا اظنك قد فهمتني وإن العادة مزلة لي يعني أنت كده بتزلني وما أعتدت أن أذل نفسي إلا غير الله يعني ما بغي ما بزلش نفسي لغير الله قال والله ما أعجبني إلا حسن حديثك ولو عدت ألف مرة لأعطيتك عن كل مرة ألف درهم وأمر خادمه أن يعطيها من الجمال عشرة ومن النوق عشرة ومن الغنم ما يشاء ومن الأموال فوق ما تشاء لنعمل شيئا يوم الطلاق ما عندنا ينفذ وما عند الله باق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم